بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب ونشكر له تفضله بالإجابة على رسائل الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله ألف عين. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له جمع آخر من الأسئلة نعرضها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. يقول في أحدها: شخص تاب وأصبح يصلي، ماذا يفعل في الفترة التي لم يكن يصلي فيها؟ هل يقضيها علما بأنه لا يعلم كم عدد الصلوات التي فاتته في تلك الفترة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة فيه، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، ومقامها في الإسلام مقام عظيم لا دين لمن لا يصلي. من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين، ومن تركها متكاسلا مع إقراره بوجوبها فإنه أيضا يكون كافرا كفرا أكبر على الصحيح. من قول العلماء هي أدلة كثيرة تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والكفر المذكور في الحديث يراد به الكفر الأكبر، بدليل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي أنه ليس من إخواننا في الدين، ومعنى ذلك أنه يكون كافرا. قال تعالى في حق الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين، إلى آخر الآيات. إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معلوم أن الشفاعة تنفع لأهل الكبائر بإذن الله عز وجل، وإنما الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار، دل على أن تارك الصلاة من جملة الكافرين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إلى غير ذلك من الأدلة دل على كفر تارك الصلاة، سواء كان جاحدا لوجودها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجودها. وبناء على ذلك، فإن الذي كان تاركا للصلاة مدة طويلة ثم تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلاة، فإنه لا يعيد ما تركه في الماضي، لأنه كان في العهد الماضي كان على الكفر. ومعلوم أن الكفار إذا تابوا فإنهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة التي تركوها في مدة الكفر. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: لم أصلي الكثير من صلوات الصبح بسبب النوم، وعندما أصحو أجد الشمس قد أشرقت فلا أصليها، فهل علي أن أصليها عندما أصحو من نومي؟ أولا النوم ليس عذرا دائما في ترك الصلاة، إنما يكون النوم عذرا في بعض الأحيان. إذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم ويصلي وكان حريصا على القيام وقد عمل الوسائل التي توقظه لصلاة الفجر، ولكن النوم غلبه في بعض الأحيان، فهذا يكون النوم عذرا في حقه. فإذا استيقظ فإنه يصلي في الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: في النصف صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر بسبب أنهم كانوا يسيرون معظم الليل ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل من هذا الوادي الذي نام فيه، لأنه حضره فيه الشيطان، انتقل إلى مكان آخر، ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة. صلوا أولا راتبة الفجر التي قبلها، ثم أمر فوقيمة الصلاة، وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فهذا هو الذي يكون النوم عذرا في حقه. أما إذا كان النوم نتيجة للإهمال، نتيجة للكسل وعدم المبالاة، فهذا حرام
على المسلم ولا يجوز له ذلك. وإذا اعتاد ذلك فصار لا يصلي إلا بعد شروق الشمس إن صلاته غير صحيحة في هذه الحالة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى في أول سورة المؤمنون: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. من المحافظة على الصلاة؟ أي من المحافظة على الصلاة أداؤها في مواقيتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مشروعة في أوقات لا يجوز إخراجها عنها بغير عذر شرعي. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو عن الصلاة إخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي فوعدهم الله بالويل. الآية الأخرى: أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلوات معناها إخراجها عن وقتها لا تركها بالكلية. من هذا يتضح أن الذين يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها من غير مبالاة ولا يصلون إلا إذا استيقظوا إنهم على خطر كبير وأن صلاتهم غير صحيحة، لأن هذا نتيجة إهمال ونتيجة كسل ونتيجة عدم المبالاة. تعالى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة صحيحة ويحافظ على الصلوات في مواقيتها مع الجماعة إذا كان يريد النجاة لنفسه. جزاكم الله خيرا. ضمن الفقرات التي يسأل عنها في هذا الموضوع: هل يقضي ما لم يصلي؟ من ترك الصلاة مدة متعمدا قد أسبقنا الجواب، طيب، لأنه يكون مرتدا وبالتالي يكون عليه التوبة إلى الله عز وجل التوبة الصادقة والمحافظة على الصلاة في بقية حياته، والتوبة تجب ما قبلها ولا تجب عليه إعادة ما مضى. جزاكم الله خيرا. لو أذنتم للشيخ صالح، ما هي الوسائل المعينة للمسلم حتى يستيقظ لصلاة الفجر وهو نشط مسرور؟ الوسائل كثيرة جدا، أهمها وأعظمها النية. الإنسان إذا نوى وعزم على الاستيقاظ فإن الله يعينه ويوقظه. الإنسان إذا نوى الاستيقاظ لأمر من أمور الدنيا ولعمل من أعمال الدنيا فإنه مستيقظ، لأنه نوى هذا وعزم عليه واهتم به. هذا من أعظم الوسائل، أن يعزم الإنسان على القيام لصلاة الفجر وأن ينوي ذلك عند النوم. ثانيا، النوم مبكرا، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان يطول بالسهر، والسهر لا شك أنه يكفر عن صلاة الفجر أو يحمل على النوم، لأن الإنسان إذا سهر فإنه سيترتب على ذلك أن يتثاقل عن صلاة الفجر، إما أن يقوم لها وهو كسلان وإما أن ينام ولا يقوم أبدا، هذا بسبب السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا لأجل أن يقوم من آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر، لأن السهر أول الليل يكسر الإنسان في آخر الليل. فمن الاستعدادات لصلاة الفجر أن ينام الإنسان مبكرا ليأخذ حذره من الراحة. ومن الوسائل الموقظة لصلاة الفجر أن الإنسان يوصي من حوله من أهله أو جيرانه أن يوقظوه لصلاة الفجر، أو يتخذ ساعة مثلا من الساعات المنبهة التي فيها جرس يرن عند الوقت المحدد الذي يريده. الساعة أيضا من أعظم ما يعين على صلاة الفجر. الحاصل أن المسلم إذا اهتم بأمر دينه أعانه الله ويسر له. جزاكم الله خيرا. هل هناك من أذكار، من أوراد، من أفعال تنصحون المسلم أيضا بممارستها حتى تعينه على أداء صلاة الفجر جماعة؟ لا شك أن الذكر عند النوم وقراءة الورد أنها لا يطرد عنه الشيطان، وإذا انطرد الشيطان فإنه يقوم لصلاة الفجر. ومن ذلك قراءة آية الكرسي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها عند نومه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيقرأ آية الكرسي عند النوم ويقرأ المعوذتين ويقرأ الأدعية الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهم شيء أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، لأن النوم من الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ويضرب على أحدنا إذا نام ثلاث عقد ويقول له: ارقد عليك ليل طويل. فإذا استيقظ الإنسان للصلاة وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام كل الليل قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فلا شك أن النوم عن صلاة الفجر أن
إنه من الشيطان. على الإنسان أن أيضا وهذا من الاحتياطات التي يعملها الإنسان لاستيقاظ لصلاة الفجر، وهي أن يورد عند النوم بقراءة آية الكرسي والمعوذتين وما تيسر من الأدعية النبوية. جزاكم الله خيرا. أين يجد هذه الأذكار وهذه الأدعية؟ جزاكم الله خيرا. هذه موجودة في الكتب المعلقة في الأذكار، خصوصا كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك الوازن الطيب من الكلم الطيب لابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك رسالة الأذكار التي كتبها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنها أيضا جيدة في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. ننتقل إلى موضوع آخر عبر هذه الرسالة. الموضوع يقول فيه: والدتي لديها بعض الحلي من الذهب الذي لا تلبسه ولكن تحفظه لأختاه عندما تكبران، فهل على هذا الذهب زكاة؟ نعم، هذا الذهب عليه زكاة لأنه لم يعد منه وإنما أعد للحاجة، فهذا فيه الزكاة بأن يخرج عنه ربع العشر من مقدار وزنه. إذا بلغ النصاب فأكثر، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفي الجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف تقريبا، وفي المفاقين وبالغرامات 92 غراما. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وبلغ وزنه هذا المقدار فأكثر، فإن فيه الزكاة لأن يخرج عنه ما يقابل ربع العشر عند تمام الحول. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل على العملات الورقية والعملات الفضية زكاة؟ وهي عبارة عن عملات العديد من الدول المختلفة، وأنا بهواية في جمع هذه العملات. العملات التي تستعمل هذه نقود تقوم مقام الذهب والفضة، وفيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. أما العملات الملغاة التي لا تستعمل وإنما هي عملات قديمة انتهى التعامل بها، فهذه إن اتخذت على أنها سلعة للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة العروض، تزكى إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر، أما إذا لم تبلغ قيمتها النصاب فإنها لا زكاة فيها لأنها أخذت حكم العروض، عروض التجارة، إذا أعدت للبيع والشراء. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: صلاح من كاف من السودان يسأل ويقول: إذا أردت خطبة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي تصلي وتصوم وأخلاقها طيبة ولكنها غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، ووالدها كثيرا ما يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم، هل يجوز لي الزواج منها؟ إذا كنت تطمع في أن تعلمها الحجاب وتلزمها به وهي تنقاد لهذا فلا بأس أن تتزوج به، أما إذا كنت ترى أنها لا تقبل وأنها ثابت هذا الشيء فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بها وهي غير محجبة. أما قضية أن والدها يغتاب الناس فهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب نصحته عن ذلك لعل الله أن يرزقه التوبة من هذا، لكن لا يمنع هذا أن تتزوج من بنته إذا كانت صالحة في دينها وفي نفسها، ليس فيها ما يمنع من الزواج بها، لكن على شرط أنها تقبل النصيحة وتقبل التوجيه. أما إذا علمت أنها لا تقبل النصيحة ولا تقبل التوجيه وأنها ستستمر على ترك الحجاب فلا يجوز لك أن تتزوجها. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم العتيبي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أمرنا بصلة الرحم، فمن هم ذوي الأرحام بالنسبة للإنسان غير العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وأعمام الوالدين وأخوال الوالدين؟ نعم، أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وإيتاء القربى حقه في آيات كثيرة، وجعل ذلك من جملة الحقوق الواجبة على المسلم. قال الله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى اليتامى والمساكين وجاري ذي القربى وجاري الجنب صاحب من جنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: هذه آية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق. الحق الثالث فيها هو حق ذوي القربى، بعد حق الله حق الوالدين. قال تعالى: وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل
الآيات كثيرة من القرآن وفي السنة أحاديث كثيرة تأمر بصلة الرحم، والرحم المراد به القريب الذي تجمعك به قرابة من جهة الأب أو الأم. كل من تجمعك به قرابة نسبية من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الأم وأولادهم كلهم من ذوي الأقارب. فإذا كان هؤلاء الأقارب يجتمعون بك من جهتين، من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط، فإنهم من ذوي أرحامك، يجب عليك أن تصلهم وأن تعطيهم حقهم الذي أوجبه الله عليك من الإحسان إليهم والسلام عليهم وعمل ما فيه منفعة لهم ومسرة لهم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله عودة من الأردن عمان، يقول: إنني شاب في 17 من عمري ولله الحمد أصوم شهر رمضان، ولكني لا أدري كم كنت في السابق. قبل حوالي 4 أو 5 سنوات أفطر يوما، حيث كنت أتجاهل هذه الأيام التي أفطرها ولا أصومها، فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام شهر رمضان، جعله أحد أركان الإسلام. أمر المقيم الصحيح بالصيام أداء في شهر رمضان، وأمر المريض والمسافر ومن في حكمهما بالإفطار والقضاء من أيام أخرى. فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وإذا كنت لا تعرف قدرها فعليك أن تجتهد في عددها وتحتاط، تقدر الأيام التي أفطرتها وتحتاط وتصومها. وأيضا مع الصيام يجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير ما دامت أنها من رمضانات سابقة، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: إنني لا أصلي السنة في أي صلاة كانت، فهل يجوز هذا أم لا؟ السنة ليست واجبة، ولكن الرواتب مع الفرائض سنة مؤكدة، وكذلك الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، الوتر لا ينبغي تركه حضرا ولا سفرا، كذلك راتبة الفجر لا ينبغي تركها حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر ولا ركعة الفجر حضرا ولا سفرا. وبقية الرواتب أيضا هي سنة مؤكدة، فالذي يتركها قد يدل على تشاهله لأمر دينه، حتى إن الفقهاء ذكروا أن الذي يداوم على ترك الرواتب على الفرائض لا تقبل شهادته، لأنه يدل على تشاهله في أمور دينه، الأمر خطير، فعليك أن تحافظ على هذه الرواتب، إلا في حالة السفر، إذا كنت تقصر الصلاة فإنك لا تصلي هذه الرواتب إلا راتبة الفجر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هذه الرواتب في السفر ما عدا راتبة الفجر. جزاكم الله خيرا. كيف يكون الاستغفار؟ هل نقول اللهم اغفر لفلان، أم كيف تكون الصيغة الصحيحة أثابكم الله؟ نعم، الاستغفار للغير أن تقول اللهم اغفر له هكذا، اللهم اغفر له ذنوبه، أو اغفر لفلان، أو اللهم تب على فلان وتجاوز عنه، أو اللهم اعف عنه إلى آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص توفي وطلب من ابنه أن يقرأ سورة ياسين ويهب ثوابها له، فكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذه الوصية غير صحيحة، لأن قراءة ياسين للميت أو قراءة غيره من القرآن للأموات هذا لم يدل عليه الدليل، وما دام لم يدل عليه الدليل فإنه لا يجوز فعله، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالمردود لا يقبل. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه من خلفائه أو أصحابه أو السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن للأموات، وإنما المشروع للأموات هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنهم، هذا كله ورد به الدليل، تصدق عن الميت، الدعاء للميت والاستغفار له إذا كان مسلما، والحج عنه والعمرة فريضة أو نافلة، كل ذلك جائز بحمد الله وفيه ثواب يصل إلى الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه تلحق الميت بعد موته، وكذلك الحج عنه والعمرة صدقة. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن أذكر ربي كالتسبيح والاستغفار بالقلب وأقرأ من الكتب الصغيرة مثل ربع ياسين وعما بغير وضوء؟ أما الأدعية هذه الإنسان يذكر الله بلسانه ويتلفظ التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من أنواع الأذكار الشرعية ولو كان على غير طهارة. أما قراءة القرآن حفظا من غير مس المصحف فيجوز لمن عليه حدث أصعب، يجوز للإنسان أن يقرأه على غير وضوء بشرط أن لا يمس المصحف، عندما يقرأ عن ظهر قلب. أما الجنون فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل. جزاك الله خيرا. هل هناك هيئة معينة للفتاة إذا أرادت أن تقرأ القرآن الكريم تقوم عليها؟ ليس هناك هيئة معينة تكون عليها، إلا أنها إذا كانت في حضرة رجال غير محارم لها أنها تكون متستره، وأما إذا كانت خالية أي رجال فإنها تقرأ القرآن. لا. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة للإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.